خليني اقول لكم ان في ازمه بتحصل كل يوم للبنات على السوشيال ميديا. بسبب ايه بقى؟ كل يوم والتاني نلاقي اعملوا يا جماعه مش عارفه ريبورت للصفحات دي، للصفحه دي عشان حد خد صورتي وعمل بيها صفحه. ده زي ما قلنا بسبب سرقه صفحاتهم وصورهم على الفيسبوك وعلى الانستجرام. كل يوم ضحيه، كل يوم شكوى من البنات بسبب سرقه واختراق صفحاتهم على الفيسبوك او على الانستجرام. عشان كده الحقيقه اجهزه الامن في وزاره الداخليه قبضت من فتره على شخص اسمه، هو كان مشهور الحقيقه باسم سفاح النساء على السوشيال ميديا. اخترق كام بقى حساب يا نور؟ 1134 حساب لسيدات وبنات على موقع الفيسبوك، وسيدات اعمال كمان. انا يمكن في واحده من صديقاتي يعني مرت بالموضوع ده، وبجد كانت مأساة. بس بجد عايزه اشكر مباحث الانترنت على جهدهم، في سرعه في التحرك وعلى طول بيروحوا قافلين الصفحات دي، وكمان هو تم القبض عليه. 1134 اكونت، عارفه جه في بالي كده كومنت من الكومنتات بتاع اللي انا اصلا بحب اتفرج على التي في والافلام كتير. العظيمه الراحله ماري منيب، يخيبوا والله يخيبوا. ايه ده ليه كده يعني؟ ده اكيد بيعمل ايه بيهم ال 1134؟ ليه بتعمل كده ليه حضرتك؟ مريض يعني نفسي اكيد. يعني عايزه اقول لكم انه الستات والبنات اللي تم معاهم المشكله دي او حصل معاهم المشكله وقعوا تحت ايده، ما خافوش وراحوا وزاره الداخليه وحرروا بلاغات ضده، عملوا له بلاغات، والمتهم بعد القبض عليه اعترف قدام النيابه وقال انه اخترق فعلا صفحات البنات والستات دي لابتزازهم. الحمد لله المحكمه حكمت عليه بالسجن المشدد 5 سنين، وده كان يوم 6 مارس اللي فات. مبروك عليك، مبروك عليك الست سنين سجن بصراحة، ويستاهل أكتر من كده. لأنه البنات والستات يعني زي إخواتك، زي بناتك، زي مامتك، يعني ليه تعمل كده وليه تستغلهم ويحصل ابتزاز؟ يعني هو الحقيقة 5 سنين والله فعلا، يعني 5 سنين مش خمس. لا 5 سنين أنا زودت واحدة. يعني نفسنا إن احنا نبقوا 6 الحقيقة ويبقوا 10، لكن هو اتحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنين. يعني أتمنى إن احنا برضو لما نقابل حاجة زي كده ما نكبرش دماغنا ونكتفي إن احنا نعمل ريبورت او كده للصفحه، لا احنا كمان نروح المباحث ونقدم فعلا وتاخدي حقك.